السيد الوزير حلمي النمنم الكاتب الصحفي الكبير الذي يقترح في إحدى الندوات بتدريس مادة تاريخ الأقباط بالجامعات. وطبعا هذا الأمر كشفه السيد الوزير حلمي النمنم في من خلال اهتمامه بكل فترات التاريخ الخاصة بمصر بكل مراحلها وبكل فتراتها. فكانت هناك ندوة تناقش كتاب الأستاذ الدكتور ميخائيل ماكس عن الحضارة المصرية. وفي خلال هذه الندوة تم استعراض هذا الخبر، رغبة السيد الوزير الكاتب الصحفي حلمي النمنم أنه تناقش فترة العصر القبطي كما تناقش أيضا المرحلة العثمانية وفترة أسرة محمد علي وكل الفترات التاريخ المتنوعة من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث، فلا يسقط حقبة معينة من تاريخ مصر في لحظة معينة. وطالب هذا الأمر السيد الوزير. فطبعا نتمنى أن السيد الوزير يعني أن يكون على مستوى هذا الحدث، حيث أنه كان بيناقش كتاب مهم وهو تاريخ الحضارة في العصر القبطي للدكتور ميخائيل ماكسي اسكندر، وكان هذا المناقشة في المعرض الدولي المركز الدولي للكتاب. وطالب منذ أكثر من 10 سنوات الكاتب الدكتور ميخائيل ماكس بتأسيس مركز علمي للدراسات القبطية في جامعة القاهرة على أن يكون مركز مدني لا يتبع أي جهة دينية. والسيد الوزير أيضا شدد على أن العصر القبطي جزء من الحضارة المصرية، لا بد ولا يجب أن يتم تجاهله عن عمد، لأنه جزء من فترات كثيرة يمكن أهملها التاريخ منذ عصر الخديوي محمد سعيد الذي أول حاكم يتيح للمواطن المصري حق تملك الأرض بعد أن كانت بالانتفاع. طبعا احنا منتظرين ان هذا الامر يكون على ارض الواقع، ولنا التعليق على هذا الخبر وهو ان تاريخ الاقباط في مصر هو جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر، وشهد العديد من المواقف البطولية والايمانية التي حافظت على هذه الرسالة السماوية وسط ممارسات اضطهادات وثنية عاشتها مصر قبل دخول الاسلام. هذه الفترة تحتاج منا بالفعل لالقاء الضوء على ما حدث فيها، اعترافا بحق الاجيال الحالية في معرفة ما بدله أجدادهم من تضحيات. فتحية لوزير الثقافة المثقف حلمي النمنم على هذه المبادرة الكريمة، وبالتوفيق إن شاء الله في هذه الخطوة.